معانا هنا بقى فيديو عن اسد. اسد هو بيشرب عادي جدا، انت شايف ان المشهد طبيعي ان هو اسد بيشرب. كم الغدر والخيانه من اقرب الناس ليك. الاسد ده ملك الغابه، يجي بقى يعملوا ايه الاسود اللي مسيطر عليهم؟ هيجوا شوفوا عايزين يغدروا بيه، وده غدر الحيوانات لبعضها. حتى الحيوانات بيتخانقوا على مين يكون الملك عن السلطه. شوف بقى، عارفين انتوا زمان اللي هو كرتون سامبا واخوه يغدر بيه عشان خاطر ياخد هو الحكم ويبقى ملك الغابه؟ اهو ده بقى حقيقي وطبيعي. اسدين، شوف اسدين اهو عايزين يموتوه، هيموتوه علشان خاطر واحد فيهم ياخد يبقى هو ملك الغابه. بيعتبر بيتخانقوا على سلطه ملك الغابه، يعتبر يعني. حتى الحيوانات بيتخانقوا على حاجه زي كده، ان هم يبقوا ان هو يبقى ملك الغابه. الموضوع مش هيسكت كده بس، ده تقريبا كمان هيجيبوا كل القطيع الاسود عشان يهاجموا الاسد ده. وطبعا الاسد ده عشان خاطر ان هو شجاع وقوي وحصل على لقب ان هو ملك الغابه، مش هيتهزم بسهوله ابدا. الله، ادي التالت جه، اللي بعده بقى، ده تلاته كده، تلاته قدام واحد. وشوفوا دلوقتي المفاجاه، ان الاسد هيعمل ايه؟ تخيلوا واحد قدام تلات اسود. الله، الرابع جه، يا سيدي يا سيدي، هلو هلو، اربع اسود قدام اسد واحد. لكم ان تتخيلوا مدى الخيانه بتيجي من اقرب الناس لي او اقرب الحيوانات لي اللي هي الاسود. اهم عمالين يهاجموه، يا ساتر، عمالين. وهو طبعا شوف قوي جدا، ملك الغابه بقى، ملك هو اللي ملك ومسيطر، بس هم عايزين ايه؟ يغدروا بيه ويستولوا هم على اللقب، ايا كان هو مين فيهم اللي عايز يبقى الملك فيهم. لكن هو طبعا شوف يا لهوي، بيهاجم لابعد، مفيش، وكلهم خايفين، لان دايما اللي بيغدر بيبقى خايف. شوف اللي من ورا ده عايز يمسكه يجيبه من رقبته، بس مفيش، تقول ايه؟ اهلا وسهلا. تخيلوا انتوا بقى لما واحد يهاجم كل ده لوحده فقط لا غير. يا نهار ابيض يا جدعان، يا نهار ابيض. فعشان كده دايما خدوا بالكم من اقرب الناس ليكوا، لان ممكن تكون الغدر والخيانه تيجي منهم هم. خلوا بالكم، لان شفت حتى غدر الحيوانات، حتى الحيوانات بتغدر. اهو تخيل واحد اتنين تلات اربع اسود قدام اسد واحد، عشان واحد فيهم هو اللي يستولي على اللقب بتاع ملك الغاب، وهو اللي يكون الملك. هو دلوقتي طبعا منتظرين اللحظة اللي هيهجموا فيها وخايفين منه، يعني هم اربع اسود وخايفين من واحد. تخيلوا، لك انت تخيلوا. وطبعا هو عينه في وسط راسه، شايف اليمين وشايف اللي في الشمال وشايف اللي قدامه. شوف اهو الاسد عايز يجيبه من اين؟ عايز يجيبه من ورا. وقال يعني ماشي بقى وسايبه في حاله؟ لا. والتاني برضه ايه؟ لا، منتظر اهو، كله منتظر واحد.